بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي ما تعلق بشرح أركان الإسلام الخمسة نعم أهل مستونس نعم الآن المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان أعلى من الإسلام نحن نتحدث عن ثلاثة أسلوب من الإسلام ثم الثانية هي ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان هو قول باللسان Imaan tähendab äh, keelelist äh, , suuliselt väljaütlemist . ja uskumist südames . ja südame , südamega tegutsemist ja äh, , ja esemetega tegutsemist . see imaanus ja usk kasvab äh, jumala teenimisega , temale sõnakuulelik olemisega ja langeb äh, tema vastupatustades . S -s sõnaline suuline väljaütlemine uh, , uskumine südamega ja tegutsemine südame ja jäsemetega . Uh, kasvab uh, jumala sõnakuulelikkusega ja uh, langeb uh, patustades . ja kui meil on näiteks üks inimene , يقول بلسانه كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبد الرسول كل شيء لكن لا يعتقد بقلبه ان من قلت لك كيف كذا من ذاك صلى الله عليه وسلم يا كيف كيف كما قران السنه ذاك تاي تايوس هذا فماذا نسمي هذا سيس كل اسمه ذا نيمتما منافق نفاق اكبر اعتقاد في الدرك الاسفل من النار نفس العافيه السلام. اتسن كيف كيف سوره سلمى كرياتسا

ما ماذا نسميه؟ قلنا سلام سلام مسلم سلاحين سلاحين كافر تمام. منافق مسلم وسكمته <applause> وسلم اقراته هذا على هذا ائمه الكفر، ابليس على هذا، فرعون على هذا، ابو جهل على هذا <applause> ابليس يعتقد بقلبه لكن ما قلب لسان وكذلك فرعون، نعم ات ات سي اني منا اون اون نكو وسكمته تاليدر ات نتكس كا ابليس وشيطان سموتي وسكوس اي اي تونستنو سدا سموة um لا بد في تحقيق الإيمان تعريف الإيمان من أمور خمسة أما أركان الإيمان ستة نعم الإيمان قول باللسان اعتقاد بالقلب اعتقاد بالقلب عمل القلب والجوارح سدامه يا يا سمته قد تقول سمنه يزيد بالطاع وينقص بالمعص يا مس سنة بسنا قول لك سكوي يا لانجب تما وست بارد أركان الإيمان ستة وسو زنب الإيمان زنب نقوس الأول إزمنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله إزمنه زما زن رسكو دا يوم كيف kuidas me usume Jumalasse ? usume tema ainsusesse , sellesse , mis puudutab tema olemust , see issandana tema tegudes ja teiseks tema , tema teenimises , kummardamises ja kolmandaks tema nimedes ja omadustes . ja usume ka Jumala olemasollu üldse , sest on inimesi , kes eitavad seda .

سنة. العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار والأشجار إلا ولابد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى أي شيء هذا أن يكون

إيه تكس نعم هذا الركن الأول الركن الثاني الإيمان بالملائكة هم عالم يعني مخلوقات لكن غابوا عنا لا نراهم نعم خلقهم الله من نور يطيعون الله ولا يعصونه

بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاته. يا وزم سلست مدا ما يمال الصي مدا أن أنت وما رستك. لا يعصون الله ما أمرهم مثلا. لا تكسد ندي ولا كنا جسنا قول ما تد يمال سوت. وبما أخبرنا الله سبحانه وتعالى من أعمال مثل جبريل عليه السلام وكل بالوحي. يا وزم كان أنت تقول رست نتكس وزم ت. Gabriel

ونؤمن أنها كلام الله. هي من عند الله. نعم ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. أسماء الكتب. أسماء الكتب. القرآن. والتوراة. والتوراه والإنجيل. والزبور. هذا من داود. نعم الاولاد وصحف ابراهيم وموسى عليهم الصلاه والسلام يا ابراهيم يا موسى زكاسي نعم وما جاء فيها نؤمن بما فيها من اخبار يا موسى مس نعم وكذلك ان القران ناسخ لهذه الكتب يا موسى القران مصدق بها لكن هو خاتم الكتب فننظر في القران لا ننظر في هذه الكتب نصدق ونؤمن بها لكن لا ننظر فيها ننظر في القران ابن موسى من درامات دراماتي اما موسى من القران on eigenlijk neerde üle kirjutanud net ensi نعم طيب الايمان بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام اه سي järgmiseks الرابع

ما لديهم من جهد وجهاد في تبليغ هذا الدين. يا نجد سورة بابا بس نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يا <سؤال> موسى ما وبما الله من أسمائهم. يا ندرس نيم وصفاتهم. والأخبار التي جاءت عنهم. يا وأن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. يا لآدم. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. يا سنو مدويا لنوح. وخاتم الأنبياء ورسل محمد عليه الصلاة والسلام. يا من بروفيت سنو الدوايا لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو الله كاذب وكافر كفرا أكبر. يا إيجا يكس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سن وسمته. نعم الخامس الإيمان باليوم الآخر.

المرتبة الأولى العلم أن نؤمن أن الله علم كل شيء. آه عالم العباد عاملون. كيف؟ ما يعمل العباد عالم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم. آه. آه والله سبحانه وتعالى كتب ما يعمل العباد، كل ما يعمل العباد مكتوب. يا ja يمكن ان يفعل العباد شيئا الا اذا قدر الله سبحانه وتعالى ان يفعلوا هذا قدر الله ان يفعلوا قدر الله لا يفعلوا لا يستطيع ان يفعل يعني الان انت تقول بعد الدرس اريد اذهب مثلا الى بيتي

أن الله عالم كل شيء. تيار من الدماء اللي وكتب كل شيء. يا جيك كلا سجل الترند. ولا يقع في ملك الله إلا ما يشاء وما يريد الله سبحانه وتعالى. يا ميت مسك أي يهتى لما يمال الله وأن أعمال العباد مخلوقة. يا جيك. إني أن سرنا ستيني نعم بهذا تم ولله الحمد أركان الإيمان. يا زلكا لبتر زي ما إيماني وسوسماس والله أعلم.